مشاهدينا، للحديث أكثر عن الملف الاقتصادي ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي. أستاذ صفوان حياك الله، مرحبا بك معنا في نشرتنا الرئيسة. بداية، ما أهمية افتتاح مصفى الشمال في مصفات بيجي، وما الذي يمثله للثروة النفطية في العراق؟ طبعا من الواضح أن سياسة وزارة النفط تذهب باتجاه تعزيز قدرة العراق على تخفيض الاستيراد من المنشآت النفطية، وفي نفس الوقت فتح نوافذ جديدة للاستثمار في المصافي. لدينا خطة واعدة الحقيقة معروضة منذ فترة على أساس إنشاء مصافي في المثنى، في الديوانية، في كربلاء تم افتتاحها، بقية المحافظات. هذه الصناعة لا تخضع إلى شروط أوبك في تحديد حجم الصادرات، فعمليا اوبك مسؤوله فقط عن تصدير النفط الخام، وهي مقيده لحجم صادرات العراق من 3 ملايين و300 الف برميل يوميا. فكلما استثمرنا في زياده قدره العراق على الاكتفاء الذاتي اولا من المشتقات النفطيه وتوفير ما لا يقل عن 2 مليار إلى 3 مليارات دولار، ومن ثم الدخول في تصدير المشتقات. حاليا المشتقات النفطيه لا توجد قيود على تصديرها، فعمليا عندما يكون لدينا استثمارات منتجه في هذه الصناعه سترتفع ايرادات العراق النفطيه. بالتاكيد معدل الزياده قد يقترب من 7 دولار لكل برميل اضافي، والعراق مؤهل لخلق مثل هذه الصناعات. ايضا موضوع مخلفات النفط، لدينا اكثر من 180 ماده يمكن ان تساهم في تنشيط صناعات تكميلية لعمليات التصفية، وأيضا موضوع استثمار فارق السعر في تغذية هذه القطاعات. عمليا العراق ذاهب باتجاه أيضا إنشاء خزانات لهذه المشتقات لكي يكون لدينا إمكانية في تحقيق توازن خلال العام وتصدير الفائض عندما يكون هناك فائض. أعتقد بأن مصفى الديوانية عندما يتم إنشاءه وتكميله سيكتفي العراق من هذه المادة، البنزين والغاز والنفط، ويمكن أيضا أن يصبح لاعب رئيسي في تصدير هذه المشتقات. نعم سيد صفوان، دعني أرحب بك من جديد. يعني تخلص العراق من أعباء استيراد المشتقات النفطية، تحدثت عن العديد من الإيجابيات الناتجة عن هذا الموضوع، لكن هل سيعزز الموازنة العامة ويخفض العجز فيها؟ يعني 2 مليار إلى 3 مليارات دولار سنويا العراق يستورد من المشتقات النفطية، فهذه 2 مليارين يمكن أن يتم التوقف عن استيراد المشتقات حسب المعلن هو منتصف 2025، وهذا التوقيت يتزامن مع إكمال ميناء الفاو. ميناء الفاو سيصبح جاهز لتصدير نفط خام إضافي ومشتقات قد تصل إلى 10 مليون برميل يوميا. سوق المشتقات النفطية، وهي هذه النقطة الرئيسية، لا يخضع إلى أوبك، فدخول العراق كلاعب رئيسي في تغذية السوق العالمية بالمشتقات النفطية من خلال الاستثمار، يعني لا نعتمد فقط على الموازنة في عملية تمويل هذه المشاريع المصافي. قسم من المصافي العاملة حاليا يتم زيادة طاقتها الإنتاجية، بالحقيقة هي لا تعمل بالطاقة التصميمية، تعمل بطاقة أقل من الطاقة التصميمية. يعني الطاقة التصميمية قد تصل إلى 1,500,000 برميل يوميا، حاليا المستغل قد يقترب من 700,000 برميل يوميا. مع هذه الزيادات التراكمية سيكتفي العراق من عمليات الاستهلاك المحلية، وأيضا الاستثمار في الخزن. يعني لاحظت اليوم السيد رئيس الوزراء يذهب باتجاه إنشاء خزانات للمشتقات النفطية خارج العراق للنفط العراقي، وهذا بالتأكيد سيساعد على استقرار أسواق الطاقة وعدم تذبذب الأسعار نتيجة تغيرات بيئية ونتيجة أحداث ممكن أن تؤثر على أسواق الطاقة. فالعراق ماضي بهذا الاتجاه، وموضوع الصناعات البتروكيماوية أيضا ستكون لاعب مهم في هذا الموضوع. سيد صفوان، لربما النفط هو المورد الأساسي للعراق، لكن ماذا عن استثمار الغاز في العراق؟ بماذا سيخدم الثروة الوطنية العراقية، وما الذي نحتاجه في هذا المجال؟ يعني
يعني حقيقة شركة توتال الفرنسية وأيضا مباحثات في السيد رئيس الوزراء مع شركة سيمنز تذهب باتجاه استثمار الغاز المصاحب. العراق يمتلك 132 تريليون قدم مكعب لغاية الآن ليس كل الأراضي المستكشفة، وهو طبعا ثامن أو تاسع دولة في الكرة الأرضية من حيث احتياطيات الغاز. استثمار الغاز المصاحب سيساهم في اعتماد العراق على إنتاج الكهرباء من الغاز العراقي، وأيضا الدخول في موضوع تصدير الغاز، خاصة الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استبدال روسيا بمنطقة الشرق الأوسط. فهناك استثمارات يمكن أن تتدفق إلى الأراضي العراقية لاستثمار الغاز. لدينا حقول عملاقة في الأنبار، حقول إنتاج، وكذلك في ديالة وهي الأقرب للاتحاد الأوروبي. فالشراكة مع ميناء العقبة باتجاه تصدير الغاز من خلال الأردن وكذلك من خلال تركيا عبر طريق التنمية، على اعتبار أن قطر حاليا تعرض 5 مليار دولار لغرض نقل غاز قطر والكويت والمملكة وكذلك الغاز العراقي للأسواق الأوروبية. هذه المشاريع واعدة. وجود إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي من خلال العراق يعني طمأنت المستثمرين العالميين بأن العراق قادر على حماية أمن الطاقة على مستوى العالمي. وكلما عززنا دور العراق في ملف الطاقة على المستوى العالمي، كلما أبعدنا موضوع تذبذب مخاطر الجماعات المسلحة وأن يكون العراق بيئة قلقة، لأن المستثمر العالمي عندما يحتاج مثل هذه البيئة سيشجع على الاستقرار. نعم. وبالتالي ينعكس على إمكانية جذب الاستثمارات في كل القطاعات. الغاز طاقة واعدة، العراق يحرق غاز بمعدل 18 مليون دولار يوميا ومنذ عشرات أو مئات السنين، حتى أن كركوك يطلق عليها بلاد النار لأننا لا نعلم أن النار هو كان سبب الغاز. حاليا مع وجود مثل هذه الاستثمارات أعتقد أننا سنوقف حرق الغاز خلال 2027 وننتقل إلى موضوع الاكتفاء الذاتي من توريد الكهرباء بالاعتماد على الغاز العراقي ومن ثم تصدير الفاس سواء غاز مصاحب أو غاز مثالي. طيب سيد صفوان، إلى أي درجة النهوض بالواقع الاقتصادي يصطدم برغبات وغايات سياسية نفعية؟ لا، الحقيقة الآن الحكومة تدرك جيداً بأن العراق يفترض أن يستمر في منطقة التوازن، لا يشكل ضغط على أي محور من المحاور، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. كلما عززنا فرص نمو الاستثمارات من كل الاتجاهات، يعني الآن الصين والهند تحتاج استقرار العراق، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وكذلك سوق الطاقة العالمي. كلما كانت هناك رغبة لدى صانع القرار في طمأنة هؤلاء، لا توجد مخاوف. حتى موضوع إخراج القوات الأمريكية الآن يذهب باتجاه استبدال القوات الأمريكية بحلفاء استراتيجيين في كل القطاعات، اقتصادياً، ثقافياً، يعني تكنولوجياً. الولايات المتحدة الأمريكية لاعب رئيسي في المنطقة، فالعراق مفتوح على كل الاتجاهات. كلما طمأننا هؤلاء أن مصلحة العراقيين هي الأولوية، أعتقد بأن كل الفرقاء يجتمعون على مصلحة العراق، ومصلحة العراق هي في طمأنة كل المختلفين حاليا في المنطقة على أن تتلاقى مصالحهم في الأراضي العراقية. وضحت الفكرة. الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.